بوفاريد سيدي منظر زين هذا بوفاريد. العلف دابا هذا العلف ديال نص نهار ولا الصباح؟ ديال الصباح وهاد باقي العشيه عاوتاني ياكل غالي تبارك الله. هو بحال البشر كاع اللي فيه الروح فيه كيبغي هاد هاد الخير ابو فريد ديال العيد. انا الاخوان اللي بغى شي حاجه ورا رمضان اللي بغى شي حاجه الاخوان ورا رمضان يجي عند السي فريد. دابا نطلبوا الله الشاء ويخرج الربيع ويتبدل ويكبر ويتزاد حتى الانسان كيعرف راسو الشاري تبارك الله. رحمه الله كثيره من الحولي غادي تخايب لا ما يتقاداش راه بقى 6 شهور يتزاد حولي ويكبر راه كتزاد فيه حتى 60 70 كيلو هاد 6 شهور تبارك الله. الحولي غادي يزيد لنا القدام تبارك الله. بنادم نصبر وباقي الخير الحمد لله رحمه الله كثيره. اذا الاخوان هذه رساله للناس اللي باغيين يشتريوا الحولي ديال العيد من ضيعه فريد المزابي سي فريد يعني من وراء رمضان ان شاء الله لان الحولي مازال غادي يتزاد حولي مازال غادي يتزاد ان شاء الله وغادي يزيد مزيان الشاقه مولوعين وكان كليان كيجيو عندنا دائما وعندنا ناس الحمد لله خاصك ما تعطيو راه كنسالي شهر ونص قبل من العيد شهر ونص قبل العيد كتسال تبارك الله. ماشي كيسالي الحولي وكنمشي نشري لا سالي تسالي صافي انا كندير غير المهم ما نقدرش ندخل المرض للدار هادشي كلشي ديالك ماشي ديال الله. انا الاخوان باش تعرفوا العمل الصحيح والعمل الجاد هادو راه كلشي ولاد الغنم كلشي ولاد الغنم هادو ما طبعوش كيدوزوا للعيد اللي ما طبعش كيدوز للعيد 35% في الطنقه 35% عندك 100 حولي كيدوزوا غير 35 من هنا راه يتخذوا فحوله مسابقه لا كيديو الناس فحوله ياك من هنا وراه شحال بعنا فيه من مزيان وها فحله تبارك الله راه من مزيان وبعتوها فحله تبارك الله راه انا دابا يكون جينا نطلقوا يدينا كنت باع كل فحله راه ما يبقى عندي والو تبارك الله. دابا انا معامل راه والله العظيم متيق بيا متيق بك اخويا عندي اخويا اماراتي وبغى يدي من عندي 600 ديال الحولي باش مقطعتي يخلصها ولكن غادي نتحاك مع العشاق مع المولوعين اللي كيجيو يتغداو من عندي العيد عندي ناس اصدقاء ضروري خصو يجي عيد عندي ناس كبار السي فريد ناس تبارك الله كبير والله سبحانه وتعالى سبحان الله ما عز عنا الناس وعز عنا الدراوش والناس اللي متخلقه والناس اللي نقيه كنحبوها لا حيت العاطي الله والرزاق الله. هذه عاوتاني رساله الاخوان الناس في السي فريد راه كيقول مرحبا بالجميع حيت راه كاين اللي مسكين درويش وعنده الفلوس يعني متوسط وكيقول لك ما نقدرش انا نهضر مع فريد نخاف من صحابي كيقول لك انا نخاف من فريد خويا انا راه كابر الشعبي سبحان الله السلطان راني ولي كابر في قريعه تبارك الله راه تزادي تما زياده ناس شعباوي راه كابر الشعبي واصلي هنا وكابر وعايش في كازا والحمد لله زعما هاد الدراوش. اذا هادي اخوان كوما ما نعسلش بواضح سبحان الله. اذا اللي خاصه شي حاجه ما يحشم دار دارهم الخدامه ديالي كيفرحوا علاه سبحان الله دابا معاهم ونسمع معاهم ضحك نسالي وخدمه ونضحكوا هنا خوت بلا تسمع شوف راه كلشي ديال الله سبحانه وتعالى حنا راه السبب ربي الا بغى نكون فيكم سبحان الله الحمد لله الحمد لله اللي جا مرحبا الحمد لله الحولي راه كيتناول شوف الحولي كيبدا كاين عندي الصغير من 60 70 كيلو 80 كيلو 100 120 كيبدا الحولي من 60000 وانت طالع حتى 140 160000 ومن 60000 مو 70000 مو 80000 90000 كلشي كيعيد كلشي يعيد كلشي كيعيد عندنا انا عندي كليان تبارك الله عندنا ناس كيخرجوا ورا رمضان كيجي كيبداو يعزوا بهم كتبقى شهر ونص في العيد كمان ما سالينا ها هي كنسالي كنحبس تبارك الله نسد الفيرما كنطرد السلام عليكم صافي مرحبا بغيت نسولك بخصوص هذه الناس بجبتها الناس اللي كيشريو من عندك واش كيجيو يديو السلعه ديالهم رسوم ولا كتكون كيكون نقل؟ دابا ملي كيشري من عندك الحولي كيبقى العيد واحد يومين ثلاث ايام كتبدا دير معاه تفاهم معاه كيكون صحاب وكتصيفط لهم ترونسبور للدار كتصيفطوا انتوما كتصيفطوا ليه؟ اذا بلاتي اخويا فريد نعاود معاك هذا المعطى جديد جدا ومهم يعني راه كاينه هذه القضيه الامكانيه ديال الناس اللي مثلا من جميع انحاء المغرب اللي بغى يوصلوا حتى للدار يتفاهم مع دابا هو ملي كيدير دابا بحال بين كازا الرباط قنيطره كندير كاميو لطنجه كاميو لمكناس يعني كاين كاميوات كيمشيو للمدن طنجه وتطوان ومارسي كنصيفط لهم كاميو جوج تبارك الله في العيد كنجمع الدراري كتجي مقاديه رخيصه معمول كم ماشي ترونسبور انا كنخلص هو اللي كيخلص ترونسبور لا تماما هذه واضح انا كنقتصد لهم انت كدير لهم ترونسبور وصل لي من هنا لتطوان واصل لي ب 150 200 درهم لواحد راه مزيان مزيان حتى عندك حولي ولا جوج جاك حتى لتطوان راه زوينه مزيان اذا هذه الاخوان راه كازا كيوصل لك الكازا 100 150 درهم على حسب كاينين ولاد الناس كيعطي السيد 150 كيعطيه 200 درهم كيدور معاه هذيك التدويره ديالك كيطلع لي الحولي
يصل الدار ويربطوا لي حتى راك ولد الناس. كاين اللي يعطيهم يعمر لهم هاتاي مسكين، كاين اللي يعطيهم ياكلوا الخير مزيان سبحان الله. وحتى كتشوف حولك كترسق لك مع الوليدات تبارك الله. وهذاك الشيء اللي كتخدم. هذه القضيه، هذه القضيه عجبتني انا بالخصوص هذه القضيه. اذا الاخوان اللي كيبقى الحولي ديالو حتى كتبقى يومين يومين هذه، وكيبقى يعرف كيمشي كيلقى احسن ما كيفشرها كيتزاد حيت كتبقى عندك امانه وتقليد. ورا ما نبغيش حولي يشري بنادم وكيصوره، ما كنبغيش يبقى يجيب لي يجري عليه حيت كاين الامانه ديال الناس. حوليك عجبك شكلو تصور معاه عنقو دبر راسك ضل معاه داك النهار ملي يدخلوا وسط الحواله يجي يشوفوا من بعيد. حيت علاش كتكون امانه ديال الناس؟ الامانه ديال الناس راه صعيبه، وخاص الانسان اللي كنفرح كيجي كيبان لي حولي يتبدل كيعجبو. انا ناس هذاك العام قالوا لي فريد كلام اللي قلتي على صف كيما هو، قال لك اودي الحولي كنشريو في شكل كنجيو كنلقاو في شكل. قال لي هذا هو المضمون فيك السي. والحمد لله شوف حنا كنطوروا هذا الشيء باش هذا مشروع غادي نبيع القدام، ما بغيناش نرجعوا. حنا ماشي اهدافنا، اهدافنا فلوس اي باش نعرفوا باش نواجهوا هاد المشاكل هذا ديال الصير ديال الحولي، ولكن كنحاولوا نكسبوا الناس ونكسبوا المستقبل ونكسبوا هاد الشيء اللي جاي القدام حيت الارباح ماشي فيها. على المستوى الطموح دابا انا اللي كيجي عندي راه ما كيبدلنيش. عندي اولا مرقد، عندي الجوده، عندي النقاء، عندي المعقول، عندي الصدق، وعندي ليماج اللي تشوفنا بها لا مارك يعني ديال الفريد. علاش ما كنبيعش حولي من انا ما عندي ما ناكل؟ الحولي كيوصل الوقت ديالو راه غادي نبيعه. السلام عليكم. حولي اي حاجه كيوصل اجلها وراكم ما قدينا بها راه ما نديروهاش. مرحبا السي احمد. السي احمد مول الدار. يا الدكه ديال السي احمد. ونقول لكم اخويا شقلب وشقلب شقلب فرحان بفريد المزابي. هو ربما الكساب الاول في المغرب اللي غيحقق النجاح والربح المادي. سبحان الله. راه عرفتي برنامج هذا فريد. سبحان الله. ودابا الجفاف وتقول فريد الحمد لله ما عندوش مشكل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذا كلام جميل بحقه السي. لا حقيقه والله الا نقول للمغاربه. سبحان الله. دابا شحال واحد كيبدا يقول يتركها يحيدها. يلا حقا واش بنادم يدير الثانية وبالرياض بدا يرجع مع الهضره بعباد الله. لا حشوم لا يجوز. تتسنى اخوك متيرين ولا لا بغى يولي عندك الخصاص حتى في الغلام وفي شوف وخوته كيجوعوا تمام قدام يخرج يتشردوا تمام. شوف واحد المثال كيقولوه قال لك حنا لا نستسلم ننتصر او نموت. انا نموت صافي. اول كلمه قالها الله وجود الله سبحانه وتعالى ورزق الله والعاطي الله وشكرا. شكرا دك مليحه. لا اشرب واشرب وانا الضيف هو هادشي اللي كديروا فيه قدام. انا الانسان كيجي عندي شحال واحد ما كنتفاهمش معاه في فيرما ولكن كيجي عندي لداري كنبغي نصيفطو على خاطرو حيت داخل المحل. سبحان الله. ولا دخل عندك المحل راه ضيف الله امانه وتقليد وكرم الضيف. هذا هو احنا سبحان الله اصلناها. وهذا الشيء شفته بعيني اخويا فريد. انا شفته بعيني سبحان الله. انا كان اللي عيطت لك ولد الناس الله يسر لك عندي. وبلا طمعيه ما طامع فيك ما والو حتى انا بغي نخليك على خاطر. الله يحفظك. وشي الانسان كتقضي اغراض الناس ربي كيسخر لك سبحان الله. وانا اللي درت معاك الخير ربي كيدير لي الخير. وراي ولا نفقتي شي حاجه راه كتلقاها وهذه هي الحياه سبحان الله. راه انا نتعامل معاك وربي يجيب الله من يتعامل معايا. لا طحنتك تقل مني غادي يطحني فوق مني. راه كاين اللي يطحني حتى انا حنا كنسعى الله تمام. الحياة كتستمر وتستمر الحياة. مول العوينة والسلام.